Bonjour mes chers élèves, les premières bac sciences maths, j'espère que vous êtes bien. Alors l'exercice 4, le devoir libre d'Yann, nous continuons. Alors, quel que soit X appartient à R étoile. Donc, là, on a R étoile, là, on a la fonction, l'expression de l'ouest de la X. Donc, d'arore, on dit R étoile. Alors la fonction d'Yana, c'est une fonction qui est mouhima, qui est la deuxième bac science math. Mais les deuxième bac PC, bien sûr, je vais vous montrer le genre de thème. Alors le mouchkil est l'encadrement fait X. L'encadrement X est un compositif positif, il est un négatif. Donc si je dis juste dis il y a une limite de 0 plus ou 0 moins. دونك حتى نتوما في الامتحان غتكون عندكم هذه الحاله هذه. اذا اول حاجه كنبداو بها هي لا بارتي اونتيغ ديال 1 على اكس اللي كومبري اونتر 1 على اكس اي 1 على اكس موانز. من بعد غادي نزيدو دونك الا زدنا غتولي هنا 1 على اكس 1 بلس لا بارتي اونتيغ ديال 1 على اكس هنا 1 زائد 1 على اكس داكوغ. Très bien. Alors après, quand je fais la fonction, je vais faire un zéro au carré. Donc, il est drôle au carré. Bien sûr, il est positif, mais qu'est-ce que il est un coquin négatif, il va faire un zéro. Et donc, puisque il est positif, il dit, mais il est négatif, il va faire un zéro. Et donc, il est un zéro. 1 زائد. Dire 1 à la x. اذا في الحاله ديال النيجاتيف الارضي عليكم ردوا البال حيت هذا هو المشكل فين كاين. دونك هذه اصلا غتولي 1 زائد 1 على اكس لو تو اوكار ابري غادي نزيد 1 دونك الا زدت 1 كاينش مشكل دونك هنا غنزيد 1 هذه ممكن ديفلوبيها باش تبان لينا مزيان. Donc, nous développer un bien. Donc, il est au haut de ma femme. Tu voulais 2x au carré. Plus 2x plus 1. Quand on a la racine carrée, il y a la racine carrée. Alors, la racine carrée. Donc, la racine carrée est là. Fin réouk a d'un mouchkir. حيت هاد ليكريتور هادي اللي درت ليها دابا عندي ما ندير بها. علاش؟ حيت انا كنشوف دابا النتيجة هاد ديفلوبمون هاد الواحد توحيد المقام ما يليق لتا حاجة. اذا هنا يستحسن انني نخليها بحال هكاك. تقدر كاع هنا دير شوية تخليها هنا بلاتي هنا مثلا في هاد الحالة هادي ماشي مشكل هادي غادي هادي ماشي مشكل انك توحيد المقام. اصلا باش دير الغاسين كاري تجيك مزيان وكل الاخرى. اذا انا دائما كنمشي على حساب داكشي اللي مطلوب مني حيت هنا يستحسن انك تخليها بحال هكا يعني ما كانش هادي كاع ديفلوبيها خليها بحال هكا حيت ما بغاو يوصلوا لهاد النتيجه ولكن هنا خصها تكون اكس كاري. دابا من غادي ندير الغاسين كاري دونك الى درت الغاسين كاري غادي تولي هادي غاسين اكس او كاري بلس 1 على اكس وهادي غتولي اكس هنا غاسين اكس او كاري بلس اكس بلس 1 لو تو او كاري. من بعد غادي نقول على ان اكس كيدير الي ستريكتومون بوزيتيف يعني الى ضربت في لي كوتي بجوج غادي نحصل على هاد النتيجة. très bien. اذا هنايا غادي تعطينا هاد الاكسبريسيون اذا هي اللي بغينا. اذا هنا غادي ندير النتيجه اللي حصلت عليها اف لي اكس انا ستريكتومون بيان سيغ هنا او ايكار
اذا قالوا لنا نحسبوا الليميت ب 0 بلس الوغ بويسكو الليميت ديال واحد اكس او كاري سي 1 اي الليميت على 0 بلس لان ناخذوا لونكادرمون ديال 0 بلس هنا بلس دونك الا عودت هنا ب 0 غتبقى واحد حتى هي الوغ لا ليميت ديال 0 بلس ديال اف لي اكس سي 1 دونك هادي الاولى. بالنسبه للثانيه الوغ الثانيه نشوفوا واش كاين شي مشكل في الثانيه. الثانيه تري بيان. اذا بالنسبه للحاله الثانيه هذه هي الحاله اللي غلطوا فيها التلاميذ بزاف. بالنسبه للسالب اذا في السالب كاين المشكل وقبيله راه هضرت عليه ما كاينش غير في اكس. يلا غنوريكم فين كاين المشكل. اذا لانطلقنا كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار ايطوال موان دونك كتبقى القاعده ما كتبدلش واحد على اكس كومبري اونتر واحد على اكس اي واحد على اكس موان زيرو. من غادي ناجوتيو ان ما كاينش مشكل دونك كتبقى واحد على اكس او واحد على اكس بلس ان واحد على اكس بلس ان مزيان. دابا هنايا اللي خاصكم تعرفوها الدراري هو ان هاد واحد على اكس كي داير هنا عندنا اكس اكس كي داير نيجاتيف. اذا واحد على اكس راه نيجاتيف و حتى بالنسبه لواحد زائد اكس على اكس حتى هو نيجاتيف. مشكله اذا نتوما ما بانت لكمش هذه مشكله بالعكس راه مشكله ما عندكش حق انك ترفع او كاري. اذا شنو خاصك دير؟ خاصك تردون بوزيتيف. اذا شنو هي الطريقه باش تردون بوزيتيف؟ تضرب في الناقص. اذا لا ضربتي في الناقص غيولي عندك هذا واحد زائد اكس على اكس انت غيولي هذا بوزيتيف وهنايا غادي يبقى عندنا ناقص لان ضربنا في الناقص. بعدا هذه اللي غلطوا فيها بزاف ديال التلاميذ الاغلبيه ديال التلاميذ غلطوا في هذه. يعني سيبوزو مثلا كون درتها لكم في الامتحان اذا حداو راسكم لا رضا لكم الدراري لان في اوكاري راه مشكل. اذا هذا دابا ولا شوف كي ولا هذا ولا بوزيتيف. اذا دابا ممكن انك ترفع اوكاري اذا سون بروبليم. اذا انت هذا لا ميم شوز يكون ما كاينش مشكل مزيان دو. دونك دابا الى زدنا واحد دونك شنو غيولي عندنا؟ يولي واحد زائد اكس وكاري زائد اكس وكاري هنايا غادي يولي بيان سيغ واحد زائد واحد زائد او واحد على اكس لوتو وكاري وهنا غايب نزيدو واحد غتولي اكس وكاري بلس دونك باقا عندنا حاجة وحدة هي الغاسين. الوغ ملي غنديرو الغاسين كاري الوغ هادي ما عنديش فيها مشكل. هادي غنديرو لا فالغ ابسولي هادي غتولي بيان سور غتولي غاسين ديال واحد زائد واحد زائد او واحد على اكس لوتو او كاري وهادي غاسين ديال واحد زائد اكس او كاري لا فالغ ابسولي ديال اكس. راكم عرفتو علاش درت لا فالغ ابسولي ديال اكس؟ اذا بويسكو راكم عارفين اكس كي داير الي نيجاتيف يعني شحال كيساوي الوليدات هي ناقص اكس. إذا شتو هادي ديال السالب شحال فيها ديال المشاكل. إذا نشوفو هنا شحال ديال المشاكل فيها. دابا ناقص إكس حنا تيبان لينا هنا كيداير إلي بوزيتيف ولكن حنا دابا خصنا نضربو في إكس. إذا لا ضربنا في إكس إكس كيداير إشارة ديالو. إذا هنا خصك تعرف كيفاش تتعامل مع هاد الوضعية. إذا أصلا دابا هذا راه بوزيتيف لأن يعني راه مع الناقص ومن غادي نضربو في اكس يعني الضرب في شي عدد اللي هو نيجاتيف. اذا هنا عندك الاختيار هو انك هنا عندنا واحد هذه جو بونس غيبقى فيها شفت شي هنا شي واحد تيخدم كاميرا بالزربه مات كدا تا خدمات غنديرو حيدو هذه نحيدو هذه هنا غتولي
او يساوي هنا صافي. واخا اذا حنا دابا خصنا نضربو في اكس، اكس كيدير الدراري نيجاتيف. اذا هي جوج ديال الاحتمالات عندنا، غادي نكتبوها اي اكس كيدير نيجاتيف، دونك يا غنضربو في ناقص اكس بلا ما نقلبو، وهادي وحنحيدو ناقص في الاخر باش ما ندوخوش، اولا نضربو في اكس، ولكن هادو نورمالمون راه سون بوزيتيف. اذا هنا ضربتي في ناقص اكس، شوف ناقص اكس كيدير، غتخصك تحيد هاد الناقص، ولكن غيولي بوزيتيف، يعني غتولي عندك هنا ان بلس اكس لو تو او كاري بلس اكس او كاري. هنا ضربت في ناقص اكس، دونك هذا غيتحيد، غيبقى هنا هذا غيبقى هكا، هنا غتبقى ناقص اكس، هنا عاوتاني لا ميم شوز، يعني غتحيد هادي غتبقى ان بلس اكس او كاري بلا ما نقلبو. ولكن كاين فيكم يقول لي استاذ حنا كنقلبو على اف لاكس، اي دابا ممكن انك تقلب هذا غتجيب هنا الناقص، دابا غنضربو في ناقص، وهنا غتقلب هذا غتجيبو ناقص ان بلس اكس لو تو او كاري بلس اكس او كاري، يعني تا لخر ونقادوها، وهادي كتبقى نتيجة اللي هي صحيحة. اذا لا ليميت في زيرو موان ديال اف لي اكس كتساوي موان زان، دونك علاش؟ كاغ ليميت في زيرو موان ديال هادي كتساوي ليميت ديال ليكسبريسيون التانية كتساوي ناقص واحد. اذا شنو هي الخلاصة ديال التمرين؟ اف نادمي با اون، دونك اون ليميت اون زيرو، كاغ ليميت في زيرو موان ديال اف لي اكس ديفيرون ديال ليميت زيرو بلوس. اذا حد هنا غنسالي هاد الفيديو على اساس انني نصيفط لكم ليكزارسيس 5 دابا شويه. بالنسبه ليكزارسيس فاكولتاتيف ماشي مشكل، هذاك غادي نصيفط لكم غير الجواب ديالو، دونك بلا ما نهضروا عليه.